مصر العربية. إذن Thank you.
بسيط. مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة والتي تستغرق يومين. كان في استقبال السيد الرئيس الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، ضيفي الكريم. بعد التحية، يعني وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين بعد زيارة تابعناها على مدار اليومين الماضيين إلى سلطنة عمان، كيف تتابع جولة السيد الرئيس إلى البحرين وبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين؟ هو بالطبع احترمه تأتي طبعا في إطار التنسيق العربي الموحد اللي احنا شفناه خلال الأسبوعين الماضيين بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ، ثم لقاءه مع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين وملك الأردن، من بعدها لقاء ولي العهد السعودي الأمير تميم، وأمس واليوم سلطنة عمان. طبعا ده بيأتي في تنسيق للخروج بفكر عربي موحد لمواجهة الأزمة أو الأزمات اللي بيواجهها العالم في الوقت الحالي، الأزمات السياسية، الأزمات الاقتصادية. احنا عارفين العالم في الوقت الحالي يعاد تشكيل القوى في بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات دول عديدة أنها تفرض سيطرتها وتفرض نفوذها على دول أخرى. ففي هذا التوقيت لازم يكون في تنسيق عربي موحد. احنا شايفين أن مصر أصبحت في قلب، هي اللي بتقود المنطقة بشكل كبير بدليل الزيارات التي تمت وبدليل التنسيق اللي بيتم الي لمواجهة طبعا الأزمة السياسية. التنسيق ده ايضا ياتي قبل زياره او القمه اللي هيعقدها الرئيس الامريكي جو بايدن مع دول رؤساء وقاده مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق الشهر المقبل ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه. طبعا لازم في هذا الاجتماع هيكون في تنسيق عربي موحد، رؤيه عربيه واضحه للعديد من الملفات، أهمها تهدئة الأوضاع في المنطقة العربية، حل الأزمات الليبية والسورية وخلافه في المنطقة، عدم تدخل دول إقليمية في شأن الدول العربية، القضاء على التنظيمات الإرهابية العربية اللي بتؤثر بشكل كبير على الاستقرار في الدول، بتؤثر على الإقليمية في الدول العربية في الوقت الحالي. كل دي يبقى أن يتم الجانب الامريكي، وايضا الجانب الاقتصادي مهم. احنا شايفين الرؤيه الاقتصاديه الواضحه والاستثماريه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي طبعا مع مصر، ان هناك استثمارات عديده تم ضخها في الدوله المصريه خلال الفتره الماضيه. ده دليل على ان مصر اصبحت ارض خصبه للاستثمار، مصر اصبحت دوله امنه للاستثمار، انها تمتلك قوتها، تمتلك البنيه التحتيه القويه للاستثمار فيها. كل ده جعل ان مصر، ان الدول العربيه ودول مجلس التعاون الخليجي تضع استثماراتها داخل الدوله المصريه وليس في اي دوله من دول العالم الاخرى. اذا هذا التنسيق مهم، هذه الرؤيه الواضحه العربيه مهمه جدا، التكتل العربي في الوقت الحالي مهم جدا، لان الدول العربيه والقوي قادرة على مواجهة الأزمات لأنها قوة اقتصادية كبيرة تمتلك وأيضا تمتلك
الأسرة العسكرية لحماية الأمن القومي العربي وحماية المكتسبات التي تحققت على الأراضي العربية. نعم، تحديدا فيما يتعلق بالعلاقات المصرية البحرينية سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي، توقعاتك لهذه العلاقة في الفترة القادمة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة العربية بوجه عام، ولكن دعنا نتحدث فيما يتعلق فقط بالعلاقات ما بين مصر والبحرين في هذا المجال. العلاقات مصر والبحرين هي علاقات طيبة وعلاقات متميزة جدا على كافة الأوجه. احنا شفنا مصر ودولة البحرين ابتداء من عام 2014 منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك تنسيق واضح بين البلدين في كافة الأمور التي تخص المنطقة، وأيضا هناك علاقات اقتصادية قوية بين الدولتين. مصر بتقف بجانب دولة البحرين في العديد من المواقف وترفض بشدة تدخلات أي محاولات للتدخل والمساس بشأن مملكة البحرين، والتنسيق مستمر على أعلى المستويات، ودائما ما تتم زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع ملك البحرين، كل ده في إطار طبعا زي ما بقول لحضرتك علاقات متميزة بأعلى درجة بين البلدين. العلاقات التجارية تحديدا فيما يتعلق، لأن العالم كما تشاهد الآن أستاذ جميل يمر بأزمة اقتصادية تستدعي تكاتف الدول العربية على وجه التحديد فيما يتعلق بهذه الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية. التبادل التجاري ما بين مصر والبحرين يعني له العديد من الجوانب والعديد من المحاور، المشروعات المصرية في البحرين وأيضا المشروعات البحرينية في مصر. هو بالطبع طبعا التعاون التجاري بين مصر والبحرين وأيضا في مجال الاستثمار بيتطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وزي ما بقول لحضرتك أن مصر أصبحت الدولة جاذبة للاستثمارات في الوقت الحالي بدليل الاستثمارات التي تم ضخها في مصر خلال الأيام الماضية، وبالطبع التعاون مع مملكة البحرين في المجال الاقتصادي ومجال التبادل التجاري بين البلدين، الاستثمارات بين البلدين، كل ده هيعود طبعا بالنفع على مملكة البحرين من استثماراتها في الأراضي المصرية، وأيضا السوق البحرين سوق قوي قد يعني تستفيد منه الدولة المصرية خلال عمليات التبادل التجاري بين الدولتين. ملف أمن الخليج أستاذ جميل، وكما نتابع دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لعل ملف الأمن تحديدا ربما يكون له النصيب نصيب كبير من المباحثات ما بين الزعيمين. كيف ترى الأمن العربي في ظل هذه الظروف الرهينة التي يمر بها العالم؟ في ظل الظروف الراهنه اللي بيمر بها العالم، زي ما بقول لحضرتك ان العالم الان بيعاد تشكيله مره اخرى، القوى الفاعله في النظام العالمي الجديد كلها بتتغير من ظهور قوى وجديده، والتكتل العربي والتوحد العربي وانه لو في كلمه واحده عربيه او قوه عربيه قادره على مواجهه التحديات والازمات، هو ده اللي احنا بنشوف التنسيق عليه بيحصل خلال الايام الماضيه. ليه؟ لان الامن القومي العربي لا يمكن ان يتجزأ، يعني مهما صحيح مهما حدث هناك ازمات كثيره بتمر بالمنطقه العربيه، لكن الامن القومي العربي لا يمكن ان ينفصل عن بعضه. هناك العديد من الملفات في مجال الامن العربي، خاصه زي ما قلت لحضرتك عمليات الارهاب العابر للحدود، يجب ان يكون هناك موقف عربي موحد، وهناك موقف عربي موحد لمواجهه تلك التنظيمات. امن الخليج، امن البحر الاحمر، امن الخليج العربي، كل دي عدم تدخل قوى اقليميه في شؤون دول الخليج العربي، ده امر مهم جدا، ودائما وابدا ما تؤكد عليه مصر بعدم تدخل اي قوى اقليميه داخل في الشان الخليجي. فلهذا السبب دائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الامن القومي الخليجي لا ينفصل عن الامن القومي العربي،
ولهذا السبب انت حضرتك على المستوى العسكري هتجد ان هناك في تدريبات عسكريه مشتركه بتتم مع دول الخليج العربي بشكل سنوي باستمرار، ومع مملكه البحرين لاول مره في عام 2014 تم اجراء العديد من التدريبات البحريه والتدريبات الجويه ايضا مع مملكة البحرين، الهدف منها رفع كفاءة أو نقل الخبرات العسكرية لدى الدولة المصرية لدول الخليج العربي، والاستفادة أيضا من القدرات العسكرية العربية بشكل كامل، وتوحيد المفاهيم وتوحيد الرؤى في هذا المجال. إذن وأيضا في مجال مكافحة الإرهاب زي ما قلنا برضو التدريبات بتتم على مكافحة الإرهاب وكيفية مكافحة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود داخل دول الخليج العربي، لأن مصر أصبحت دلوقتي تمتلك الخبرة الكبيرة في مواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية من خلال الحرب الضروسة اللي شنتها الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية على التنظيمات الإرهابية، فهي بتنقل خبراتها أيضا لدول الخليج العربي. إذن أمن الخليج العربي هو لا يتجزا عن الأمن المصري، وأي هزة في الأمن القومي لدول الخليج أيضا يصل إلى مصر. نعم، هي زيارة بكل تأكيد لها أهمية كبيرة على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. ترتبط مصر ومملكة البحرين بعلاقات أخوية راسخة مستقرة تنطلق من رؤية البلدين الموحدة تجاه قضايا المنطقة. شهدت العلاقات بين مصر والبحرين ازدهارا كبيرا وبلغت أسمى مراتب التضامن في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجلى ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الدولتين وتبادل الزيارات الرسمية. علاقات قوية ومتينة تتميز بالاستقرار والأخوية، تلك هي العلاقات المصرية البحرينية التي تنطلق من رؤية موحدة للبلدين إزاء قضايا المنطقة. العلاقات بين القاهرة والمنامة بلغت أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر العهد الأكثر ازدهارا في العلاقات مع البحرين بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام. وخلال الفترة الأخيرة وفي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطورات وتسارع في الأحداث، أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات والتعاون المشترك في شتى المجالات. مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 من يونيو، واعتادت ممثلة في قياداتها السياسية مشاركة مصر بجميع مناسباتها الهامة، كما تبادل قادة البلدين الزيارات الرسمية خلال السنوات الماضية. التعاون بين القاهرة والمنامة يعود إلى تاريخ وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين قبل استقلالها في عام 1919، وظل التعاون بين البلدين حاضرا حتى اليوم. كانت مصر سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973. إذن تعاون وثيق ورؤية موحدة تجمع البلدين تجاه قضايا المنطقة وتنسيق متبادل لمواجهة مختلف التحديات هي عوامل تميز العلاقات المصرية البحرينية التي تمتد عبر الكثير من السنوات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا وزير الخارجية الأسبق سعادة السفير محمد العرابي. سعادة السفير بعد التحية، العلاقات بين القاهرة والمنامة شهدت ازدهارا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف ترى ذلك؟ طبعا ده امتداد لعلاقة ثابتة راسخة، ولكن طبعا حصل تطور كبير في العلاقة وزيارات متبادلة على عدة مستويات، سواء كانت على مستوى القمة أو مستوى الوزراء أو اللجان المشتركة. نعم. وبالتالي هذه العلاقة بتشكل نموذج ومثال حي لإمكانية أن تكون هناك علاقات عربية مجردة قايمة على المصالح المشتركة، قايمة على احترام كل طرف للآخر، قايمة على فكر أن يكون هناك يعني استراتيجية موحدة تستطيع أنها تواجه الأخطار. والمنطقة العربية في المرحلة الحالية فيها تحديات كبيرة
اعتقد انه مثل هذه الزيارات ومثل هذا التقارب ومثل هذا النموذج في العلاقات الوطيده وفي نفس الوقت الثابته والراسخه، احنا لم نشهد اي فتره من الفترات في هذه العلاقات يكون فيها توتر او فيها حتى شائبه يعني بتعكر صفو العلاقه. فعشان كده انا بشوف انه توطيد مثل هذه العلاقات في المرحله الحاليه امر هام جدا في فتره حرجه بيمر بها العالم العربي وتمر بها المنطقه كلها في توترات كثيره وانعكاسات لاوضاع دوليه علينا بشكل حاد جدا. فمن الضروري يكون في مثل هذه المشاورات بين دول صديقه، دول تحترم بعضها البعض ولديها علاقات تاريخيه قويه راسخه. إذا وضعنا هذه الزيارة سعادة السفير في إطار الاستعداد للقمة المرتقمة ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، ماذا نقول؟ يعني حضرتك ده امتداد للجهد العربي اللي حصل في مصر منذ فترة. كان في قمة ثلاثية كان فيها جلالة ملك البحرين في شرم الشيخ وزيارة ولي عهد السعودية ثم زيارة أمير قطر ثم زيارة السيد الرئيس لسلطنة عمان والآن في البحرين مرة أخرى. ده كل ده أكيد بيكون في قدر كبير جدا من التشاور ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة نقدر نقول للموقف القادم، ماذا ستطلب الولايات المتحدة من المنطقة وماذا ستقدم للمنطقة وكيف تخرج المنطقة بسلام من فكرة ان هي تنحاز الى طرف ضد طرف. كل ديت موضوعات تتطلب ان يكون في يعني نقاش حاد وقوي ما بين الاطراف المختلفة، وفي نفس الوقت يكون في محاولة انتاج مواقف مشتركة بحيث ان تشكل ارضية تبقى فيها تلاقي وقبول من كل الاطراف المجتمع مع الرئيس الامريكي، ما يحصلش يكون في تناقضات او انشقاق في الصف الواحد اللي احنا بنسعى اليه. نعم، يعني ربما هذا هو اللقاء الثاني كما اشرت بسعاده السفير بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين في فتره وجيزه. هناك تعاون وثيق ورؤيه موحده تجمع البلدين تجاه قضايا المنطقه. في رايك كيف يمكن التنسيق بين البلدين لمواجهه مختلف هذه التحديات؟ طبعا مملكه البحرين جزء من اهتمام مصر الاصيل بامن الخليج. لا شك ان هناك تدخل او تدخلات او نشاط من بعض القوى الاقليميه في المنطقه في تهدد امن واستقرار بعض الدول منطقه الخليج، وبالتالي التواجد المصري اليوم ممثل في فخامه الرئيس ده في حد ذاته رساله قويه لاي طرف يحاول ان هو يدخل او يتدخل في الشؤون الداخليه لدوله البحرين او مملكه البحرين ويهدد استقرارها، وده امر مهم. فكره الاستقرار والثبات واستقرار الاوضاع داخل منطقه الخليج ده امر مهم جدا، وده ايضا قد يكون في اطار يعني الامن القومي العربي، وفي نفس الوقت ده بيشكل يعني موقف مهم عندما تجلس الدول العربيه مع الرئيس الامريكي. هذه الدول لازم تكون فيها قدر من التضامن والاحساس بالمشاكل اللي ممكن ان هو يعني الدول تقف مع بعضها البعض وتواجهها. ده بحد ذاته امر مهم جدا امام يعني القمه القادمه في منتصف يوليو، ان تشعر هذه الدوله الكبرى الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الدول متضامنه وتقف مع بجوار بعضها البعض في صف واحد ولديها استراتيجيه واحده ولديها رؤيه واحده ناحيه الاخطار اللي ممكن تقع في المنطقه. دبلوماسيا أيضا سعادة السفير، ونحن في أسبوع ثورة 30 يونيو في ذكراها 9، مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي دعمت ثورة 30 يونيو، وأيضا مصر تاريخها مع مملكة البحرين في الدعم المتواصل منذ إعلان استقلالها في عام 1971، يعني هناك تاريخ مشترك وقديم من الدعم المتواصل ما بين البلدين. صحيح، أنا شاهد على ذلك. أنا زرت مملكة البحرين والتقينا بجلالة الملك في 2011، كنت وقتها يعني وزيرا للخارجية، ووجدت في حديثه كل التضامن مع مصر وكل التأييد لما حدث في مصر. ثم بعد كده كمان في 30 يونيو كان هناك موقف من مملكة البحرين
قوي جدا بيساند الشعب المصري في رغبته في يعني الخروج عن سيطرة جماعة الإخوان والخروج إلى نطاق جديد بيعبر فيه عن أماله وطموحاته. وكان موقف البحرين فعلا مناصر ومساند لرغبات الشعب المصري، سواء كانت يعني في التقدم بعد انهيار حكم الإخوان أو في عمليات الانطلاق اللي حصل حاليا في إعادة بناء الدولة. كل ديت مظاهر أو سياسات بحرينية أصيلة بتؤيد التقدم الموجود في مصر وتؤيد الانطلاقة اللي حصلت بعد 30 يونيو، وده أمر يعني واضح جدا في كل تصريحات المسؤولين وفي اللقاءات اللي بتتم معاهم، أن هناك تأييد خالص وسعادة كبيرة أن مصر تستطيع أنها تستعيد طريقها وتستعيد قوتها في فترة وجيزة. نعم، يعني هي ليست صدفة أن تكون معنا سعادة السفير في هذا اليوم ونحن نغطي هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين. فكما ذكرت كنتم وزيرا للخارجية في أثناء ثورة 30 من يونيو. نسترجع سويا بعض الذكريات فيما يتعلق بالعلاقة ما بين مصر والبحرين، وتحديدا العلاقة الشعبية ما بين الشعبين. كيف استقبل الشعب البحريني هذه الثورة وفكرة التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية؟ تصحيح بسيط، بس انا ما كنتش وزيرا ايام 30 يونيو، كنت قبلها بشويه. نعم. لكن يعني عاصرت الفتره الهامه في تاريخ مصر وشاركت فيها كمواطن مصري عادي، متواجد في الميادين ضد جماعه الاخوان، وشاركنا في 30 يونيو ايضا. ولكن اقدر اقوله انه نعم في فتره على تواصل مع شعب البحرين وعلى مسؤولين مع مسؤولين في البحرين، وكانت هناك النبض الشعب المصري كان يصل اليهم يوميا، وكان هناك تأييد فعلا وشغف كبير لمعرفه نتائج هذه الثوره الشعبيه ضد حكم الاخوان. واعتقد انه احنا يعني كنا بنتلقى تهنئه بعد 30 يونيو وبعد 3 يوليو بالذات، بعد ما بدات الامور تتضح في مصر و الشعب قدر ان هو يغير فعلا هذا النظام. فلا، شعب البحرين يقف معنا دائما في كل المواقف، والحمد لله مثل هذا التضامن له اثر كبير على الشكل العربي العام، ويمكن كل الدول العربيه الحقيقه بالذات منطقه الخليج كان لها احساس كبير ان 30 يونيو ده يعتبر انتصار لهم هم ايضا. نعم، سعاده السفير محمد عرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. إذا تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا مراسم استقبال، تغطياتنا الخاصة لمراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. شكرا على طيب المتابعة.